صباح الخير يا سعاد. صباح الخير يا زهرة. المدير سأل عليكي 3 مرات. ايه انت كنت فين؟ كنت عيانة شوية، هخش اغير هدومي واروح له على طول. طب روحي للدكتور سعفان الأول شوفي عايز ايه. هو انا مشتركه براء فوزي؟ امال استغنوا عني ليه؟ ومين اللي قال لهم على حكايتي؟ اكيد بوز الاخص اللي اسمه صبيح راح قابل مدير المستشفى وقال له. ازيك يا سي فوزي؟ اهلا يا منوسه. عامله لك النهارده صينيه مسقعه النمائيه تستاهل بقك. طيب اعملي لنا شويه شاي للدكتور. على عيني حاضر. مين يا فوزي؟ دي منوسه السكرتيره بتاعتي. طب الحل ايه دلوقتي يا فوزي؟ هجيب مصاريف ليا انا وامي منين؟ هتتدبر باذن الله، هحاول اشوف لك وظيفه في مستشفى تاني. وظيفة؟ انت شايف الوظيفة بتتحدف، ده البلد كلها عطلية. يا ستي مش عايزك اعتلي هم ولا تزعلي نفسك خالص يا زهرة والنبي. زعلش ازاي يا فوزي؟ القرشين اللي كانوا بيطلعوا لي من الادوية خلاص بح، مش عارفة اجيب فلوس منين دلوقتي. هتتدبر باذن الله. هقول لك يا ستي، القرشين اللي بيطلعوا لي من الشغلانة دي هنقسمهم سوا لحد ما ربنا يفتحها معاك يعني وتمشي. نقسم ايه يا فوزي؟ هو انت لقيت تاكل؟ يعني الوقت خطيبك ده من ساعة حكاية اخته وما ورناش خلقيته. ده حالتهم تصعب على الكافر يابا، مش لاقيين ياكلوا. هي يا اختي مش اتبطرت على عريس الغاني لغايه ما سابها وفلسع؟ زمانها دلوقتي بتتندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. يخرب عقلك يا ام الهنا، ده انت شعشعت نافوخي وخليتيني افكر. هما خلاص صرفوا نظر عن العريس ده يا بت. اهو ده اللي اعرفه. يعني خلاص بقى على المشاعر. قصدك ايه يا شملول؟ قصدي خير وشيعه ربنا لينا. هي مش بنتك دي لازم تتجوز جوازة وجوازة سقع كمان؟ هو ده ما تهدي على نفسك كده يابا. هما الخليل ده يروح فين؟ يروح على بيتهم، يروح على زينهم بعد الشر. برافو عليك يا ابو سريع. الله، هي الحكاية دي كانت تايهة عننا فين؟ هو انت كمان هتقومي على عمنا تهدي كده يا ما فيكوا الاخوات ده؟ ايه كاتك العرب خويا فار. بقولك ايه يا ابو سريع، انت دوس في الموضوع ده ما تسالش فيها، المهم تجيب لي قرار العريس ده فين. وحدوه. مش قلتلك هتفرج؟ المستشفى عندنا طالبه 3 ممرضات بدل اللي هيتجوز. يا اختي الهي ربنا يبشرك بالخير يا نوال. بقولك يا نوال، شروطهم ايه؟ دبلوم تمريض زي اللي معاكي، وشهاده خبره، وشهاده حسن سير وسلوك. حسن سير وسلوك؟ يبقى مفيش فايده. ليه يا حبيبتي؟ المستشفى عمرها ما هترضى تديني ورقه زي ديت ياما، اذا كان هم اصلا رافضيني عشان شاكين في سلوكي. ايه ده؟ قطع لساني اللي يقول عليك حاجه. هو اللي حصل ده شويه. الله يخرب بيتك يا صبيح. هو اللي راح لمدير المستشفى وفضل يزن على ودانه، قال له ان انا بسرق الادويه من عندهم من المستشفى. امشي قطع لسانه، الهي ربنا ينتقم منه قطع الارزاق ده. عارفه مين اللي ممكن يجيب لنا الشهادتين دول؟ مين يا نوال؟ اطمني يا زهر، لو عايزه 1,000,000 شهادة هضربها لك، مع ان دي مش شغلتي، بس انا هعمل كده علشانك. بس انا عايزاهم على طول يا فوزي، احسن بعدين يستكفوا والوظيفه دي تطير مني. واخر ميعاد للتقديم امتى؟ نوال قالت لي اخر الاسبوع. ولا يهمك، هم 2 والشهادتين هيبقوا عندك. ياما هات شاي لزهره. ايه اللي بتذاكره ده يا فوزي؟ ده قانون العقوبات يا واد. ربنا يتوب عليك بقى من الهباب اللي بتشربه ده، بطل بقى قوم نام. هقوم انام اه ياما، بس بعد ما اخلص دول ان شاء الله. انا عايز سيجاره بني. بني بني. سيجاره بني. امي دي عسل عسل. الام نام. قوم. انام فين؟ دي القعده هتحلو وهتبقى لمه، وجالي حته شيشه لما نتفرج عليها جايه من ساحل العاج، عايز اجربها. يا رب. وصلوا. ايوه جاي. نامت. حبيبي يلا خير. اتقطت ليه يا لك؟ حبيبي. ايه يا شيخ؟ انا كنت قاعد بقى وامي عماله تقول لي نام. بقول لك ايه؟ ارمي شيشه الماني والدي بقى. ليه؟
يعني ايه مالي والدي؟ يعني ادوي يعني كده ملهاش لازمه. الله، انا بصي بقى جبت لك شاشه ديجيتال رقميه ثلاثيه الابعاد. يعني ايه دي يعني ايه؟ ايوه تدوس كده يطلع لك حته الحشيش تعمل كده يا خلو. يعني فيها كاميرا وبلوتوث؟ فيها كل حاجه يا خلو، كل حاجه. يعني ممكن افتح الشيشه بتاعتي دي وتبعت لي حته حشيش عليها؟ يا خلو امي نايمه، امي نايمه. هي امك هنا؟ ايوه دي لو شيشتك بقى على نفس الشبكه. وريني اتغيب وريني. يلا يا معلم. يا جيتك ايه يا ودي خليل؟ بقول لك ايه؟ دلوقتي لما نيجي نحشش عليها نحشش ازاي؟ الباسورد شباك ثلاث خمسات، شباك ثلاث خمسات. استنى كده. ايوه. شباك. ايوه. ايوه. شباك. عفوا لقد نفذ حشيشكم. ناقص ده ناقص تقول لي ضاع الشيشه وكركر المحاور. يا خلو يا عسل. امي بقى لها صحيت تقول انت على الله بقى. ايه الليله الغم يا عم اللي ده كلهم كده؟ ايه العطمانه دي بقى يا عم؟ معلش هو احنا لسه جينا اصلا يا خلو؟ خلي الشيشه دي معايا اعمل عليها دراسه لليله دي ونقعد مع بعض بكره. طيب حاضر. توكل على الله. مع الف سلامه. حاضر. سلامه. خلاص بقى سيب الحته دي. حاضر. يلا مع السلامه. مع السلامه. انت قلت لي الباسورد كام؟ اه شباك ثلاث خمسات شباك. خلاص. انا كنت تاني يا خلو. دخل يا خلو. يلا. شباك ثلاث خمسات شباك. ايوه ولادي اللذينة تراعي ابني اللذينة. اجرب عليها الحشيش بتاعي. الريحه دي ايه يا بنتي؟ رحتي فين؟ على فكره بقى انا مبسوطه قوي ان احنا بقينا في مستشفى واحده، وانت كمان ربنا بيحبك انك بعت لك واحد زي فوزي ده. فوزي ده طول عمره ابن حلال. ابن حلال وبس؟ تقصدي ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس. ما دريتيش مش النهارده جالنا واحد من الناس اللي معاهم فلوس كتير قوي، بيقولوا عليه صاحب السنتر اللي عندنا. يا اختي ده على قلبه سنترات قد كده، ايه اللي حدفه علينا ده؟ بيقولوا ضربوه بالرصاص. يا نهار اسود، مين ضربه بالرصاص؟ لغايه دلوقتي مش عارفين. دنيا ناس على قلبها فلوس قد كده وناس مش لاقيه تاكل. يا اختي لو كان مات يعني كان هياخد معاه ايه؟ ما كله في الاخر بيتساوى. لا ما بيتساواش، هو على الاقل لو كان مات كان هيموت مره واحده، غيره بقى بيموت في اليوم مليون مره. انا ساعات لما بشوف حالهم بقول الحمد لله حالي احسن بكتير. المهم يا نوال والنبي تساليهم يا اختي بكره هيسلموني الشغل بالظبط الساعه كام؟ ها يبعت لي حرد عليا وترد عليا. لك سلامة قلبك، سلامة قلبك، رد علي الله يخليك. ما تكتمي، اكتمي بقى، اكتمي ان شاء الله عدوي لك يا حاج. يا علاقتي يا حاج. يا لهوي ما عم يحكي والاكل مالك اللي جرى؟ حلوه الولا اللي انتوا عاملينها في دماغ الحاج يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده. الحمد لله الحاج بقى احسن. قول لاختك هي اللي عماله تهلول. يا لهوي جيب العوايب سليمه يا رب. يرد علي. كفايه بقى يا جماعه كفايه. واحد الله 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 يا ابو خليل انت هنا؟ ده انا بقالي كتير ما شفتكش. معلش يا معلم، ما انت عارف انا كنت مشغول في الموضوع بتاع اختي. موضوع العريس؟ لا، موضوع البوليس المهموس اللي كادته من الدكتور بتاع الميكروكروم الصيدلي صبيح ده. راجل ابن مؤذيه، انت عارف من ساعه ما فتح الاجزخانه بتاعته دي وانا ما بينزليش من الزور. هذا الشاوي، هات شاي وشيشه ومشاريب كلها على حساب هنا في القهوه. كله
باين عليك لسه قافش ميت. طبعا لازم العربيه يا عم ومروق. اول مره كده تتجرأ وتطلب مشاريب على حساب. مخليك ما خبيش عليك، ام الهنا بعتاني ومشيعاني ليك علشان اكلمك في موضوع الجواز. لا لا موضوع الجواز فكك منه دلوقتي، انا حالا معلم ابو سريع لا يعجب عدو ولا حبيب. ما انا هريحك. بلاش تريحنا انا. ايه الموضوع يا معلم؟ بقى انا وام الهنا شايفين ان جوازتك من بديعه شرحها يطول، وانت اللي هتقدر تدفع مهر 2000 جنيه ولا 3000 جنيه شبكه. 2000 جنيه يا ابو سريع؟ انت مش متفق معايا. 1000 جنيه مهر، 1500 شبكه. ايوه بس الدنيا بتغلى وانت راجل بقى مفتح وعارف. هات من الاخر. عاوز ايه يا معلم؟ العريس اللي انت جبته لاختك ده راح فين؟ راح لحاله. انا بقى عايز اربطه للبنت بديع. تقصد ايه يا معلم؟ ما انا قلت لك هريحك، هريحك خالص وهديلك كمان حرقك. المهم تجيب لي العريس بتاع اختك. الله، يعني انت عاوزني اسيب بديع واخد فيها خلو رجل؟ اسم الله عليك، هو ده الكلام يا ابو خليل. وهي موافقه؟ لا، امها هي اللي موافقه. طب وانا اتجوزها هي ولا اتجوز امها؟ اتفضل. هو اخباره ايه دلوقتي؟ مين؟ عزرائيل؟ هو انا مت ودخلت الجنه ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت الممرضه بتاعتي؟ ايوه يا حاج، تحت امرك. اسمك ايه يا شاب؟ ايه يا حاج؟ هنبتدي من اولها يعني؟ تبر قلبي، شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمه، ما هو لازم يعرف اسمها. أنا اسمي زهرة. اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله، حضرتك وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني، شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. أهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي. مدام فهيمة ومدام حليمة أختي، يبقوا زوجات الحاج. ما كفاية رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي. ارحموني، حرام عليكم، أنا تعبان، تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، وما أقول أنا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمة، يلا يا أختي، يلا بقى. مع السلامة. خلونا نسيب الحاج يرتاح. اتفضل هنا. سلامتك يا حاج. طب أسمعك أنا بالحاج وعدي عليك إن شاء الله كمان شوية. لا لا استني استني، أنت خليكي جنبي. أيوه بس أنت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش أنت الممرضة بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنه منومه ولازم تنام وتستريح شويه. انام ايه؟ اول اللي يشوفك يعرف ينام. بقول لك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. هم قفلوا عليهم الباب ليه؟ يا مدام ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضه موجوده معاه، جايز تدي له حقنه او بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبرا لما شاف الممرضه؟ الله اكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف يعملوا ايه جوه. يا جماعه عيب،
اللي بتعملوه ده عيب. ممرضة موجودة مع واحد لسه خارج من أوضة الإنعاش، هتكون بتعمل إيه معاه يعني؟ والله أنا ماني مرتاحة، تقبرني يا ماجد، تفوت أنت تطلع عليه. وأنا اللي بقول عليك يا عقلة يا حليمة. عقلة؟ عقلة؟ هو اللي يتجوز الحاج يبقى في عقل؟ مساء الخير. مساء النور يا كابتن، ازيك؟ الحمد لله. الحاج أخباره إيه؟ لا كويس الحمد لله، أنا سايباه نايم، خلصت ورديتي بقى وماشي. طب كويس، خلاص أنا اطمنت عليه، مفيش داعي تفضل. اسمح لي أوصلك؟ لا متشكرة، معايا توصيل. معاك عربية يعني؟ لا أنا بركب ميكروباص. طب اسمحي لي إن أنا أوصلك. لا معلش مش عايز تعبك معايا، باي باي. لا لا في تعب ولا حاجة، أصل بيتي بعيد أوي عليك. تسمع على مساء الخير يا زهرة. أهلا. مساء النور يا فوزي. ما قلتليش بقى عاملة إيه في الشغل الجديد؟ مبسوطة؟ الحمد لله، البركة فيك. يا ست وأنا عملت حاجة؟ لا إزاي بقى؟ لولا الشهادتين بتوعك ما كنتش أحلم إن أنا أشتغل في مستشفى زي دي. مش قلتلك هتفرج؟ الحمد لله. بس في حاجة واحدة بس مضايقاني يا فوزي. إيه اللي مضايقك؟ قولي لي مين اللي مضايقك وانا احبسهولك. الناس اللي في المستشفى عينيهم زيغه قوي، خصوصا الراجل اللي هم جابوه من كام يوم ده اللي اتضرب بالرصاص، اسمه ايه؟ قصدك الحاج فرج ابو اليسر؟ ايوه هو ده. ما تعرفش ليه ضربوه بالنار؟ عموما التحقيقات لسه شغاله، اكيد حد من منافسينه. الحاجه صعبه قوي، واحد كل يوم يسمع قتل وحوادث وضرب. ما تشغليش بالك بالمسائل دي خالص يا زهر، مالكيش دعوه. انا عايزك تفضي مخك كده وتخليكي في حالك وتركزي في شغلك وبس. على رأيك. تصبح على خير. انت من فوزي. ايوه. شكرا مرة تانية. كده الحرارة عليت يا زهرة، طب معاكيش ترمومتر طيب؟ اهلا بالعسل بالعسل، نورت الدنيا. قولي لي بقى هيعملوا لي كام معايا في الشهر؟ وانت مالك انت؟ انا عمري في حياتي سألتك بيدوك كام في الشهر؟ يعني ايه؟ يعني مالكش دعوة. ازيك يا ام؟ ان شاء الله تسلم. يا واد انت، يا واد سيبها راجعة من شغلها تعبانة. يا ام انا اخوها الكبير الحنين، لازم اخطط لها مستقبلها عشان اعمل لها قرش. مستقبلي؟ والنبي يا ام تقولي سيبني في حالي، انا جاية تعبانة وعايزة ارتاح. مفيش تعب لما اعرف انت بتاخدي كام بالصعب. خد يا بنت هنا تعالي. قولي لي بتاخدي كام مرتوش في الشهر؟ باخد زي ما كنت باخد في المخروبه الاولانيه. انت ريحت؟ ثبتينا بت، الكلام ده فاكس معايا، ما يمشيش معايا. نوال صاحبتك بتقول انك انت اشتغلت في مستشفى جامده جدا، الناس اللي بيخشوا يتعالجوا جوه لو عطشوا بس بيدفعوا الشيء الفلاني. طب وافرض يا واد انت، افرض انت مالك عايز ايه؟ هيكون عايز ايه؟ عايز طبعا لها في نص ماهيتي. واتجوز ازاي ياما؟ الراجل ابو بديعه عاوز يديني قرشين خلو كده ببنته وافسخ الخطوبه. انا لو منك اوافق طبعا، على الاقل الاقي لي قرشين اتشبرق بيهم. طب والحب؟ الحب يا زهره اللي معشش في قلبي، اللي بينه وبينها حب مشاعل اللي مش عايز يطفي. نبهات المطاف يا خليل تطفهولك. شايفه اما بنتك بتتنور عليا وعايزه المطاف تيجي تبلني. والنبي معاها حق. معاها حق؟ خربت بتاخدي كام يا بنت؟ جاتك وكسه في دي جوازه النهارده يعني؟ ما قلتش اي 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 اي. لا اي ايه؟ وفي ايه بقى احلى من كده؟ بالشفاء يا حاج. الله، احلى كلمه بتسمعها وداني. وبعدين معاك بقى، تعالي بس رايحه فين؟ تصدقي بالله لا اله الا الله، انا هخلي الواد منتصر مدير مكتبي يجيب لي كوردر عشان اسجلها لك. دي ولا اغاني ام كلثوم؟ طب يلا عشان لك دي بقى عشان تنام شويه. يلا. لا انام ايه، حرام عليك، ليه عايزه تحرمينا اشوف القمر؟ وبعدين معاك بقى، حد بعدين يخش علينا يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انا هزعل منك، لو زعلت منك مش هتكلم معاك تاني. حرام عليك، حرام عليك تحكمي عليا بالاعدام. شش، ودي صوتك احسن بعدين مراتك الاثنين يطبوا عليك. يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره ريا وسكينه دلوقتي؟ لا قول يا حاج، هو انت اتجوزتني؟ انا اقولك مش ساعات كده بعيد عنك الواحد تجيله مصيبه من حيث لا يدري؟ اهم دول عاملين زي الرصاصتين اللي صابوه ده. اللي بالحق هو مين اللي كان عايز يقتلك؟ نفسي اعرفه، نفسي أشوفهم عشان أشكرهم على أنهم ضربوني بالرصاص. تشكرهم؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟
ما هلولا ضربوني بالنار ما كنتش جيت هنا وشفت القمر. ايه رايك يا حليمه؟ ايه رايك؟ انت فين؟ ماشي على رئيس البيت؟ خشي يا اختي خشي خشي قولي لي ايه رايك في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ ما بتردش عليا ليه؟ انت مش سامعاني ولا ايه؟ طولي بالك لساتني عم فكر. على كل حال اذا رديت عليكي هلا كانه انا عم بحكي مع حالي. لا لا ردي يا حبيبتي لبست السماعه لبستها هيك. هلا انت بدك رايي بشو؟ البت مقصوفه الرقبه بتاعت المستشفى الممرضه بتاعت فرج. ايه لسه هتفكري؟ الصوره معانا نعمل ايه؟ دي فظيعه. يعني شو بده يكون بدها؟ بده يكون بدها مصاري بخشيش مثل ما انت قلتي. لا لا يا اختي لا الحكايه مش كده مش كده خالص. الحكايه ان البت دي باين عليها دايره بتلعب بالبضع والحجر. احنا مش لازم نسكت على كده ابدا. يعني شو بدنا نساوي؟ الحج لساته بمرحله خطر والدكتور قال ما بصير نحكي معه مشان ما يزعل. خطر خطر ايه خطر ايه؟ ده احنا يا حبيبتي اللي في مرحله الخطر. هاي هاي بنت منى عايزه ايه؟ طيب انا هطلع اغير له دلوقتي. هو ما فيش غير في المستشفى ولا ايه؟ امشي. صباح الخير. يا صباح الفل يا كابتن. اخبار الحاج ايه النهارده؟ انا اصل بقى لي يومين ما شفتهوش. الحاج زي الفل. انا حتى صدقت ان عيني راحت في النوم سبت شويه استريح. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا لا متشكر. اكيد شغلانتكم دي صعبه صح؟ لا خالص. احلى حاجه في الدنيا ان انت تبقى بتشتغل يعني على راحه الناس. علشان كده سموكم ملائكه الرحمه. تفتكر دلوقتي في ناس ملائكه؟ انا متاكد من الكلام ده. ما انا شايف واحده منهم قدامي دلوقتي. هو انت ليه النهارده مش لابس البدله بتاعتك والبتاع اللي بتحطها هنا دي؟ عجبتك البدله؟ اه. شعر الطيران ده بيتحط من ناحيه الشمال فوق القلب على طول. ويا ترى القلب بقى بيبقى فاضي ولا مليان؟ هو بصراحة القلب كان فاضي بس من يومين كده اتملى فجأة. اتملى أكسجين وحاجات حلوة و... انت تقصد ايه؟ والله خايفة أقولك تقومي تزعلي. يا لهوي انت حد يتضايق منك ولا يزعل منك؟ لا يمكن حد. يا صباح الخير يا صباح الفل. ايه ايه مالكم؟ في حاجة ولا ايه؟ الحاج كويس؟ الحمد لله الحاج كويس. الحاج زي الفل. بس يا ريت صوتك توطي صوتك شويه عشان في ناس عيانه والحاج برضو عيان. انا اسف واضح ان انا جيت في وقت غير مناسب. انا على فكره ممكن انسحب. لا لا انسحب ليه يا اخي؟ ما انت جيت خلاص. انا اسف. على ايه؟ انا عندي اصلا مريض فوق راح اغير له. ما تزعليش مني يا زهره. على فكره انا اسمي انسه زهره. وبعدين اسف على ايه؟ هي مالها الممرضه دي؟ شكلها كده اتضايقت من وجودي. ما افتكرش ما افتكرش انها اتضايقت من وجودك. يعني بالنسبه لها وجودك زي عدمه بالظبط. يا سلام. امال ليه اول ما جيت راحت ماشي؟ ما قالت لك عندها شغل. دي ممرضه بتدي حقن بتشوف الناس العيانه. وحبك الشغل يعني اول ما انا جيت؟ ما كانت واقفه معاك وقاعدين تصوصوا لبعض. ما حبكش الشغل ساعتها يعني. انت عايز ايه بالظبط؟ السلام عليكم. شغل ايه يا عم؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ده حركات. اه والله. صباح الخير. صباح الخير استاذ منتصر. قولي الحاج اخبره ايه النهارده؟ كويس؟ والله الحاج كان كويس لغايه قبل ما هيشوفكم. هي اللي ما تتسمى عنده جوه؟ الله اعلم. الله اعلم معناها تجوع حقيقي. ازيك يا بجدع؟ وطي حسك
اللي تتشك في قلبك. وحشتينا يا بنت المعددة. وانت كمان وحشتني. كنت فين يا منيل الوقت ده كله؟ اعمل ايه؟ ابوك عامل علينا قانون الطوارئ. سلام يا بنت سلام. عارفة وقفتنا على السلم دي بتفكريني بحسين صدقي وفاطمة رشدي في فيلم العز ياما. جاتك خيبة اسمه العزيمة. انا عارف بقى. اقول لك حاجة يا خليل. قول يا حبيبتي. انت عارف ان انت كبرت في عينيا قوي. لما ابويا عرض عليك فلوس عشان تسيبني ويجوزني للعريس الغني وعرفت ان انت قلت له لا. طبعا قلت له لا. قال بيعرض عليا 10,000 جنيه حتة واحدة. ابويا؟ ايوه ابوكي. قال لي ايه في وسط القهوة وزعقت له بقى صوتي كده. قال بيقول لي خد 10,000 جنيه عشان يدفن حبنا واحنا حبنا انا وانت بتبع ما يتقدرش بمال. يا لهوي. اللي ما يتقدرش بمال يا روح امك. بابا انا مش قلت لك 100 مره ما تقابليش الواد الجعري ده؟ لا بلا انا جايب لها دبله من حق اشوفها في اي وقت. يعني ما انتش ناوي تسيبها للعريس الغني وتاخد عرق؟ لا العريس الغني العربي ده انت عايز تهف الفلوس لوحدك وانا راجل وطني زي علم مصر الاحمر دمنا والابيض قلبنا واسود على اللي غشنا. بس باين عليها الصناره غمزت والحاج فرج وقع. ما انا بكلمك عن الطيار تقولي للحاج. يا اختي هتعملي ايه بالطيار؟ حطي لي معاه في الهوا خليكي تحت جنب الملايين. بس انتي معذوره ما شفتهوش. يا خرابي على عينيه وحلاوته والله طوله. يا لهوي زهره ما انتي يا اختي حبيتي جلال قبل كده خدتي ايه غير وجع القلب والبهدله. ماجد غير جلال اسكتي. طب والحاج فرج؟ مالي انا ومال الحاج؟ مش كفايه يا اختي البلوتين اللي هو متجوزهم؟ هنبقى ثلاثه يا اختي. الثالثه ثابته والراجل فلوسه بالهبل هيعوض صبر خير. لا ملياش دعوه انا بمشاكل الضراير دي خالص. على فكره بقى اخوكي لو عارف ان الحاج فرج عايز يتجوزك وانت اللي بتقولي لا هيطب ساكت. عارفه لو قلتي له هنكد عليك عيشتك. انت عارفاه ديني عينيه ما تملهاش غير التراب. يا اختي انا هقول ولا حاجه اوضه 13 بترنلي عن اذنك. بقول لك يا بت ايه حكايه اوضه 13 اللي كل شويه ترنلك دي؟ وده 13 دي واحدة ست مش راجل. بقولك ايه؟ هتروحي الساعة كام؟ انا ورديتي لغاية بعد الفجر. اروح انا بقى. تاكسي يا هانم؟ المرة دي مش قادر اقول لا. اتفضلي. بالمناسبة أنا كل يوم بكتشف في حاجات جديدة. النهاردة اكتشفت فيها إيه؟ هو الجمال أنا اكتشفته من زمان. بس النهاردة اكتشفت فيك خفة الدم والبساطة. كفاية كده. أنت بتجاملني؟ أنا ما بجاملش. هجاملك ليه؟ أنا بقول الحقيقة بس. قلت الكلام ده كام واحدة غيبة؟ يعني حوالي 155 واحدة. جايز أكتر شوية أقل شوية مش متأكد من الرقم. إيه اللي أنت بتقوله ده بقى؟ أنت طبعاً أول واحدة بقولها الكلام. أنا أول مرة أعرف إن الطيارين عندهم مشاعر وأحاسيس كده. ليه هم الطيارين مش زي كل الناس؟ أنت مصرة تروحي بيتك دلوقتي؟ مش معنى. أنا لسه ما تغديتش. إيه رأيك نروح مكان نتغدى سوا؟ تقصد نتعشى؟ نتعشى نتغدى المهم نكون مع بعض. للأسف أنا مش هقدر. أصل والدتي ست كبيرة وعينة لازم أديها الدواء هتطلع الأكل. سلام. أنت ساكنة هنا؟ بص بصراحة أنا ساكنة في الحارة اللي جوه دي. بس مش هقدر أقول لك تخش بالعربية. أنت عارف إن دي أماكن شعبية وكلام الناس كتير. أنا آسفة إني بقول لك الكلام ده. لا عادي. أنا متشكرة أوي. تصبح على خير. وانتي من اهل الزهرة. ست زهرة ست زهرة. اي عباس. والنبي لو في اسئلة يعني كنت عايزك تديني حقنة فيتامين احسن حاسس ان انا مخروع كده شوية. طب
طب هطلع اجيب الشنطه اللي فيها الحقن والحاجه هنزل. لا لا ده في كل حاجه جوه، كل حاجه موجوده جوه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، كل حاجه موجوده. اتفضلي يا استاذ زهر. ادي الحقنه وادي السرنج وادي القطن. ما عندكش سبرتو؟ ده انا عندي ازازه الكولونيا مليانه اهي. ماشي. قطن تاني كتير اهو. عاوزت اي قطن تاني؟ ومعايا سرنجه زياده كمان اهي. تسلم ايديك مقدما. اديني بكره خيط حمراء وواحده سوداء. مفيش دلوقتي بكر، يلا. يو انا مش شايفاها قدام عينيا اهي. يا ست الالوان دي شحها عندي، توكلي على الله بقى. يا اختي ايه مالك؟ انت هتحققي معايا، توكلي على الله. طب يا اخويا ما تزقش. يلا 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 يلا. يلا مشغول. طب يلا 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 مشغول. اه مشغول يا اخي، مشغول قوي يا اخي. يلا مشغول. ايه ده انت بتقفل باب المحل ليه؟ اصل انا قلت برضه استاذ زهر يعني ايه وانت بتديني الحقنه يعني ممكن يعني زبون يخش ولا حاجه، ايديك تقعش ولا حاجه يعني. طب هات الكولونيا والقطن. والقطن اهو. اسود دي كانت بتديني حقنه يا ولاد. حقنه؟ حقنه دي اللي بتديها لك وانتوا قافلين عليكم الدكان دي، باين عليها حقنه شرفيه يا روح امك انت وهي. انت فهمتي غلط، انا والله العظيم كنت بدي له حقنه. الحقنه حتى اهي لسه في ايديا. بنت شغل التلات ورقات ده مش عليا، انت فاهمه ولا لا؟ ايه قله الادب دي؟ انا قللت الادب يا سفله يا بتاع شغل. ايه يا روح يا كابتن فينا حقنه؟ انت بتتكلم يا ساري يا ولاد. والله كانت بتديني حقنة. خشي يا انصبتي يا انصبتي. ايه اللي حصل يا اخويا؟ الولاده الواطيه مرات عباس الخردواتي دخلت عليا وانا بدي له حقنه في المحل، افتكرت ان هو بيعاكسني راحت ضرباني. وانت بنت ايه اللي يحصل جوه الدكان يا بنت؟ اوعى يا شيخ اتنيل، ده انت سبتني على الدهر. انا مش فاهمه هي حاطه في دماغها ليه ان انا عايزه اعلق منها الراجل المعفن ده. يا اختي خليها تتلهي، دي وليه مجنونه دي اخرى. ايوه امال ايه مجنونه؟ هي كانت لاقي حد يشمها؟ اه. امتى نخلص من القرف اللي احنا فيه ده؟ كنا ممكن نخلص من زمان لو الهانم دي وقفت على الراجل العربي اللي كان متقدم لها. انت كنت لازم تطلبي عربيات كتير، كان زمانك دلوقتي متسطره في قصر بدل ما متسطره جوه دكانه. خش خش خش. يا واد مش كده يا واد. ايه هو الراجل اللي عايز يتجوز ده لازم يتجوز واحده صغيره؟ كيفك اليوم يا معجل؟ شبك حبيبي بشو شعري؟ لا اصلي بفكر في موضوع. اخوكي باين عليه بيحب يا حليمه. ايه والله هذا الكلام كتير بيفرحني، اصلا انا ماني مصدق امتى هو يتجوز ويرتاح مع مره هو يختارها. مظبوط هالحكي اللي عم تقوله مفهمه؟ جايز. ها شو يعني؟ قول لها بقى، قول لها يا ماجد مين وريح قلبها. وحتى لو عرفت يا ست فهيمه يعني هتعمل ايه؟ يعني انت بتعرف الحجي بس يقوم بالسلامه ويساوي لك كل شيء بدك اياه. مش مهم الحج، المهم اللي بفكر فيها. يا ماجد ده الحج بيحبك زي ابنه بالظبط، لا يمكن هيأخر عليك اي حاجه. حصر علينا، حرمناه من الولاد لما خلفتنا كلها جت بنات. اخ والله هذا اللي انا خايفه منه، خايفه يدور على مرايا اللي تجيب له الصبي. طيب قول لي يا ماجد، ان شاء الله كده لما تتجوز تحب تخلف ولد ولا بنت؟ يعني افترضي بانه ما جابت له الصبي، بيروح بيدور على مره تانية؟ طبعا تانية وتالتة ورابعة لحد ما تخلف لي ولد. امال بنهزر؟ ايه ده؟ بتقول ايه؟ اه طبعا بهزر، احنا ما تفرقش معايا لا ولد ولا بنت، انا اللي يفرق معايا الحب. ايوه كده يا شيخ عدنان. شفتي؟ اخوكي باين عليه واقع له شوشته. اللي يا ماجد مين هي السنيورة يلي شاغلت لك بالها؟ هتعرفي في الوقت المناسب. أنا أول مرة أعرف إن الطيارين عندهم مشاعر وأحاسيس كده.
اللي هم الطيارين مش زي كل الناس. انت مصره تروحي بيتك دلوقتي؟ اشمعنى؟ انا لسه ما اتغديتش. ايه رايك نروح مكان نتغدى سوا؟ اه تقصد نتعشى؟ نتعشى نتغدى، المهم نكون مع بعض. للاسف اصل والدتي ست كبيره وعيانه، لازم اديها الدواء هتطلع الاكل. انا متشكره قوي. ربنا يجعله بالشفاء ان شاء الله. ما دام من ايديكي يبقى بالشفاء ان شاء الله. ممكن بقى اطلب منك طلب بس ما تكسفينيش. ماشي اؤمر يا حاج. افتحي علبة الشوكولاته الغاليه دي واكبشي منها حبه عشان خاطر عيونك انت بس، مع اني ملقاش في الشوكولاته خالص. الله الله الله، ايه البنت اللي بتحطيه في جيبك ده؟ شو هاد يا روحي، شو هاد اللي بايديك ده؟ الحاج قال لي اخد شوكولاتاي، اخدت واحده. يا ساتر يا ساتر يا رب، مش تخبطوا على الباب ولا تقولوا احم بدل ما تدخلوا زي القضل مستعجل كده؟ كيفك اليوم يا حجي؟ لا بتقبر عيوني، انا شايفتك تاخد العقل. ما شاء الله ما شاء الله، انت كل يوم احسن من اللي قبله. يلا يا حبيبي شد حيلك عشان تخرج من المخروبه دي. انا جبت لك معايا الاكل اللي بتحبه. لا 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 معلش، لا كله للاكل بقى، يعني هو ما ياكلش غير اللي كاتبه عليه الدكتور بس. نعم انت حبيبتي مش خلاص اديتيله الدواء؟ مستنيه ايه؟ ما تتفضلي بقى من غير ما تروض. الله، انت كمان هتتدخلي في شغلها؟ شو حبيبتي، ما عندك مرضى غير الحجي؟ روحي شوفي شغلك. اما والله عجايب، انتوا هتفهموا في شغلها احسن منها. بقول لكم ايه، اللي عايزه تقعد منكم هنا تقعد، ما تفتحش بقها، مفهوم؟ بالراحه يا حاج فرج، ان الفزعه عشانك مش كويسه، الجرح لسه ما قفلش. لا تقبريني، نحن بس ما بنعطلك. طب ممكن تسيبوني بس اعدل له المخدات؟ ده بعد اذنكم طبعا. يعني اعدلي اعدلي يا زهر زي ما انت عايزه، سيبك منهم. شهد على الافتراء، انا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب؟ ممكن بقى تتفضلوا في الصالون؟ البنات عايزين يشوفوك. تعالوا يا بنات يا بنات، تعالوا بسرعه شوف ابوك. يلا يا حبايبي يا حبايبي، ما حبيبي وحشتوني يا حبيبي. لو عايز حاجه ابقى اضرب لي الجرس. تعالي هنا، هات الشوكولاته. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عجبكم كده؟ اديكوا زعلتوها، مين بقى اللي هيديني الحقن بعدها؟ زهرة زهرة، صباح خير. صباح النور. اخبار الحاج ايه النهارده؟ كويس الحمد لله. ايه مالك، في حاجه؟ مفيش. الله، مش عوايدك يعني، انت على طول حتى بتبقي مبتسمه. انا مش فاهمه ليه ست حليمه وست فهيمه مصممين كل ما يشوفوا خلقتي يدوني كلمتين في جنابي يسموا بدني. انا كنت عملت لهم ايه يعني؟ بيغيروا منك يا زهره. يغيروا مني حصره على ايه؟ هو انا فين وهم فين؟ انت فين وهم فين ايه؟ اصل عدم المؤاخذه الجمال والحلاوه مالهمش اي دعوه بالفلوس. ويخافوا مني ليه؟ انا كنت عامل لهم ايه يعني؟ يعني الحاج اصله له سوابق خصوصا مع الممرضات، فما بالك بقى لما تبقى واحده زي القمر كده. اه رد مستشفيات كتير يعني، وهو بقى بسلامته داير كده يتضرب بالرصاص. يخرب عليك يا زهره، ده بتشربان. كتر خيرك عن اذنك. استني بس، هو عدم المؤاخذه الاختين الحلوين هناء وشيرين جوه؟ امال انا خرجت من الاوضه ليه؟ طبعا كرشوني. يا بختك حرك. تقور قلبي يا حجي، اشرب العصير كله. لا يا حبيبي اوعى كده، اوعى، خد من ايدي. الحقني يا منتصر. خد يا حاج، خد اشرب اشرب من ايدي. تمام تمام، تقبرني تقبرني تقبرني. انا بقى انا بقى تقبرني مره يا منتصر. خلصني من ريا وسكينه، دول عايزين يسموني. لو سمحتوا يا حضرات، عايز اتكلم مع الحاج في شويه شغل كده. يا سلام، ما تتكلم يا اخويا، وانت تتكلم قدام حد غريب؟ ده احنا مراتاته. ايوه مراتاته. وانا من امتى ان شاء الله بتكلم في شغل قدامكم؟ يلا كتر خيركم، مع السلامه. خلونا نتكلم في شغلنا، الشغل متعطل. يلا يلا يا بنت انت وهي. العصير يا حجي. بالهنا والشفا، اشربوه انتوا بس اقفلوا الباب وراكي. مثل ما بدك. يا ساتر. ايه رايك بقى في التصريفه دي يا حاج؟ عاملين زي العمل الراضي. المهم عملت ايه مع اولاد الابلسه دول؟
كله تمام يا حاج، التلات مخازن بقوا فحمة. الله ينور. والشغل كان نظيف؟ انضف من الصيني بعد غسيله يا حاج. عشان يبقوا عبرة لغيرهم. ورضيت الرجالة اللي اشتغلوا؟ كلهم مبسوطين يا حاج وبيدعولك. لا بالحق يا حاج، الزهرة الجميلة كانت واقفة برة متضايقة، هي خرجت ليه؟ طفشوها ولاد الهرمة. يا حاج أنا عايزك ما تغوطش في الموضوع ده قوي، مش ناقصين وجع قلب. إحنا حاج بإذن الله عايزينك تخرج من المستشفى هنا وإيدك فاضية. خليك في شغلك، أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. أيوة حاج، بس أنت سوابقك كترت قوي في المستشفيات. غصب عنها منتصر، مش قادر، قلبي مش يحتف عليها. هو ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حساب يا حاج. لا ما تخافش، ان شاء الله اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. قال لي قولي الواد ماجد ده بقاله كام يوم غطسان ما حدش بيشوفه، ما تعرفش راح فين؟ ايه يا ابني ده، انا اول مره اشوفك في الحاله المقندله دي. ايه اتدبيت على بوزك ولا ايه؟ عرفتها فين دي؟ في المستشفى اللي رأت فيها الحاج. دكتوره؟ لا لازم كانت بتزور الحاج. لا امال ايه، بتشتغل في السيكيورتي بتاع المستشفى؟ الممرضه بتاعت الحاج. طب طمني، يا حلوه جامده جدا، يعني تقدر تقول اجمل من رأتها عيني. يا سيدي وكمان بقيت شاعر، ده انت حالتك بقت جيم جيم وخاه وحاه لحد ما توصل لاخر الحروف الابجديه يا فريد. ماشي يا عم. طب انت ايه ناوي على ايه؟ والله ما اعرفش، اما اشوف الموضوع هيمشي ازاي. انتوا ما اتكلمتوش مع بعض؟ اتكلمنا، واللي عجبني فيها انها بنت واضحه وبسيطه وصريحه وما حاولتش تكذب عليا. تكذب عليك ازاي يعني؟ يعني من ناحيه مستواها الاجتماعي. يا عم مستوى ايه، انت مش طول ممرضه باينه. بس واضح انها من مستوى اجتماعي بسيط جدا وساكنه في حي شعبي قوي. خلاص يا عم، خد لك يومين معاها واقلب. اخد لي يومين معاها ليه يا حبيبي؟ وانت فاكرني زيك؟ هو في احسن من كده يا حبيبي؟ حرام عليك، احسن بالنسبه لك، لكن دي مش مبادئ انا. احبك يا بتاع المبادئ انت. ايه ده، استنى هنا قول لي، انت مش بتقول انها الممرضه بتاعت الحاج؟ وده بقى الخطوره. الخطوره؟ الخطوره ازاي يعني؟ هو انت فاكر يعني ان جوز اختك هيعتقها؟ يا ابني ده راجل زواقه زي العبد لله كده. لا ما افتكرش انه هيقدر المره دي. اشمعنى يعني؟ يا ابني ده راجل خبره خبره. لكن زهره دي حاجه مختلفه خالص، مش هيقدر. ما تسبقش الاحداث انت بس، جوز اختك لسه ما نزلش بتقله، هو مش لسه مكوع في المستشفى اما يفوق هتشوف. لا لا لا، واضح ان زهره دي حاجه تانية خالص، مش زي اللي عارفهم قبليها. يا حنين يا رومانسي، بس عيبك بقى ان انت رومانسي، والرومانسي ده بيعيش في خياله لكن ما يقدرش يشوف خيال الحاج. تراهن؟